جديدة لحالات السعال والربو، لمعالجة حالات السعال والربو والتهاب القصبات الهوائية، وذلك عند استخدام مخلي جذور الجراب الراعي. نعم، حيث يشرب مخلي جذور الجراب الراعي مرتين في اليوم، مفيد لهذه الحالات. وأيضا مخلي جذور الجراب الراعي مفيد لحصوات في الكلية، لمعالجة الحصوات في الكلية. نعم، كما يستعمل مخلي جذور الجراب الراعي لمعالجة التهابات النوزتين، وذلك باستخدامه عن طريق غرغرة، عن طريق الغرغرة لمعالجة التهابات اللوزتين. نعم، وهكذا شرحنا لكم فوائد الجراب الراعي بشكل مختصر مفيد، وشكرا لكم.